الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، عشاق الأصالة، طابت أوقاتكم بكل خير في أرضية ميدان المرموم في هذه الانطلاقات وهذا المساء الجميل، هذا الملتقى، هذه الشعارات، متابعة الجماهير، جماهير هذه المؤسسات العملاقة في ملتقى المرموم في هذا المساء. الشوط السابع تعلن فيه الانطلاقة عن الابكار اللقاية في هذه الانطلاقات والاندفاع 5 كيلومترات في انطلاقتها. نسير مع هذا الشوط ومقدمته الشعار الأحمر، شعار يهجن الرياسة، هملول وهملولة على مقدمة الشوط، وعلي بن يمية للوهيبي الظافر يتقدم مع المركز الأول والثاني في التضمير. المركز الثالث، ثالث المراكز، هذه سلام من هجن سيح السلم الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد يتولى تضميرها، بينما المركز الثالث، ثالث المراكز، غزلان الميدان، هذه غزلان تتقدم لاسمه شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها سعيد بن عبيد الحميري، مشاركات جميلة وتنافس من قبل الحميري في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. بينما المركز الخامس، خامس المراكز، هملولة من هجن الرياسة تتقدم، وعلي بن ميل لهيبي يضمرها. المركز السادس، هجن الغرافة تتواجد كذلك، العقربية تتقدم، وسالم بن عامر المدهش المدهوشي يتقدم في هذه اللحظات. بينما هناك المركز السابع، هملولة أيضا من هجن الرياسة يضمرها علي بن يمية اللهيبي. المركز الثامن، تقدمت مشاهدي العزاء، تقدم التوجيه في هذه اللحظات من هجن الشحانية، يضمر توجيه سالم فاران المري يتقدم. المركز التاسع، الشاهينية من هجن الرياسة، يضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. والمركز العاشر، وصلت لها ملولة من هجن الرياسة، يضمرها علي بن يميل الوهيبي في هذه الانطلاقات في هذا اللقاء الجميل في سن اللقاية، سن المفاجآت، سن السرعة، سن التحدي والجماهير والمتابعين لهذا الملتقى وهذه التحديات الجميلة. عودة بعد 10 المراكز، عودة مرة ثانية للقاية لضبة الميدان ما شاء الله المنتشرة في المرموم في تحفة الميادين عبر شاشة دبي ريسنج على 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 الكادر العلوي في هذا المسار وهذا اللقاء. هملولة، هملولة على رأس حربة الشوط على المركز الأول من هجن الرياسة، يضمرها علي بن ميل وهيبي. المركز الثاني، تأتي فيه سلام من هجن سيح السلم، يضمر أحمد بن سلطان بن رشيد. المركز الثالث، هملولة من هجن الرياسة، يضمرها علي بن يمية الوهيبي. الثلاث المراكز، يرن الشوط انطلقا من عمق الميدان إلى هذه الانطلاقة إلى مسار الشوط وسرعته. المركز الرابع، رابع المراكز والمسافة ما بين الثلاث وبقية المراكز، الرابع والخامس، هملولة، هملولة من هجن الرياسة كذلك بقيادة علي بن يمية اللهيبي. المركز السادس، من وصلت في توجيه من هجن الشحانية، ضمر سالم بجابر بن فاران المري الذهبي يتقدم كذلك مع هذه التحديات. المركز السابع، سابع المراكز، هجن العاصفة الشاهينية، الشاهينية العاصفة وهجنها، ويلا يا الهلالي يا الهلالي، الله يا هذه الأسماء، يا هذا الملتقى الجميل. هجن الغرافة على المركز الثامن يكمل النداء، سالم بن عامر المدهوشي. هملولة تتواجد في المركز التاسع، أول الشاهينية، هذه الشاهينية من هجن الرياسة، يضمرها الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. المركز العاشر، من الجانب الآخر، جانب اليمين، هجن الرياسة، هملولة يضمرها علي بن يمين اللهيبي. هذه العشر، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة، إذاعتنا الثانية لها في هذا المسار وفي هذا اللقاء الجميل. ومن ثم العودة إلى المراكز الأولى، العودة إلى المراكز الأولى، أمسية جميلة في المرموم كالعادة في تحفة الميادين بهذا الملتقى، ملتقى الأقطاب وملتقى المؤسسات عمالقة التضمير، الحاضرين بهذه الشعارات، المقدمين هذه النوعيات من اللقاية الأصايل، المستعدين للأيام القادمة والمهرجانات القادمة وجماهير هذه المؤسسات. عودة إلى المركز الأول، هملولة لا زالت، لا زالت هملولة
المركز الأول تقود مسار الشوط، تقود مسار الشوط حتى هذه اللحظات. هجن الرياسة والشعار الأحمر يقودها في التضمير الظافر علي بن أمية الوهيبي على رأس الحرب، وسلام لا زالت في التنافس والأثار حاضرة كذلك بهذا الشعار الذي يعرف الأصالة والأصايل في هذا الانطلاق، شعار هجن سيح السلم. وأيضا مرها أحمد بن سلطان بن رشيد على المركز الثاني، المركز الثالث، الثالثة والرابع والخامسة. شوف شواهين العصفة قادمة، شواهين العاصفة على هذا الاندفاع، مشاركات واستعداد باين كذلك من الهلالي اللي نتابعه في هذه الانطلاقات وهذه التحديات، في هذه الأمنيات، في هذه المشاركات، في هذه الانطلاقات. يا سلام يا سلام. ولكني أعود مع بعد مغادرة الكيلو الأخير، أعود إلى هملولة، إلى هملولة اللي في المركز الأول، منفرده بالمقدم، منفرده بالمركز الأول ما شاء الله، بأداها وبشكلها وبشعارها الأجمل، شعار هجن الرياسة الحمر الخطر الذي يقدم دائما كل إنجازاته وتحدياته. جماهيره حاضرة متابعة توازر دائما لهذا الانطلاق. وهملولة هجن العاصفة تتقدم الشاهينية، والشاهينية على المركز الثاني والثالث في هذا الانطلاق. إياث الهلال يقود تضمير هجن العاصفة وهجن الشحانية كذلك القادمة بمشاركتها القوية وبتحدياتها وبانطلاقتها وشراستها. يا سلام يا سلام يا هذا الاندفاع، هذا الانطلاق الجميل. هجن الرياسة لا زالت، هجن العاصفة تحاول، هجن الشحانية قادمة توجيه، ولكن هملولة والشاهينية، هجن الرياسة، هملولة الشاهينية، هملولة هجن العاصفة هجن الشحانية، لم تقار الأخيرة وهجن العاصفة. تهانينا والناموس وشكرا غياث الهلالي. المركز الثاني من وصلت فيه هجن الشحانية اللي هي توجيه، المركز الثالث هجن الرياسة هملولة، المركز الرابع هجن الغرافة على ما أعتقد، والمركز الخامس الشاهينية من هجن الرياسة. هكذا كان الشوط ومساره الخمس المراكز في انطلاقتها وتحدياتها في هذا المساء الجميل. هذا السن، سن المفاجآت، سن بداية المهرجانات في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. يا سلام. التوقيت الزمني 7:38 و9 من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لسيدي مالك هجن العاصفة فزاع اسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وشكرا غياث الهلالي. 7 المركز الثاني و 39 بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن الشحانية على فوز توجيه، وشكرا سالم بفاران المري المركز الثالث هملولة من هجن الرياسة. بنشوف توقيتها الزمني على شاشة التلفزيون، و7:39 3 من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، وتهانينا لعلي بن يمي اللوهيبي، تهانينا للجميع.